في يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم القرآن الأول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، نضر الله وجوهكم ونور الله قلوبكم بنور القرآن، وجمعنا اللهم دائما أحبابنا بكم في رحاب كتابه الكريم. أهلا بكم أحبابنا، ولقاء متجدد في رحاب حرز الأمان ووجه التهاني. نشرع اليوم بإذن الله في شرح فرش سورة المائدة، والبداية عند ضيفي، وضيف اليوم أخ عزيز كريم، وهو الدكتور أحمد حسن عبد الرحمن. أهلا بك، حياك الله دكتور أحمد. أهلا بحضرتك سيدي، شرفت ونورت وباركت مجلسنا، زاد الله مجلسنا تشريفا بك وبأمثالك من أهل القرآن، جزاكم الله خير سيدي. البداية عندك يا شيخ أحمد من فرش سورة المائدة، من قول الناظم رضوان الله عليه: وسكن معا شنآن صحا كلاهما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فرش سورة المائدة: وسكن معا شنآن صح كلاهما، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، مع القصر شدد ياء قاسية شفا، وأرجلكم بالنصب عم رضا على، وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا، وفي كلمات السحت عم نها فتن، وكيف أتى أذن به نافع تلا، ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم، حموه ونكرا شرع حق له علا، ونكر دنا والعين فارفع وعطفها، رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا، وحمزة فليحكم بكسر ونصبه، يحركه يبغون خاطبكم ملا. وحمزة وليحكم بالواو. وقبل يقول الواو غصن ورافع، سوى ابن العلا من يرد عم مرسلا، من يرتدد عم مرسلا. وحرك بالإدغام للغير داله، وبالخفض والكفار راويه حصلا. أحسنت يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. بارك فيك. قال الشاطبي رضوان الله عليه: وسكن معا شنآن صح كلاهما. شنآن معناه اشتداد الكره. قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. موضعين أشار إليهما الشاطبي رضوان الله عليه بقوله: وسكن معا. إذن هما موضعان، وسكن معا شنآن صح كلاهما. قرأ بإسكان النون في شنآن الصاد من صح وهو شعبة، كلاهما والكاف لابن عامر، يعني شعبة وابن عامر يقرآن بإسكان النون في قوله تعالى شنآن. والشاطبي رضوان الله عليه أشار إلى صحة هذه القراءة، سواء كانت بسكون النون أو بتحريكها بالفتح، فقال صح، يعني هذه ألف المثنى، صح كلاهما، يعني هذان الوجهان في هذا اللفظ وهما لغتان، والكلمة بمعنى واحد وهي الكره أو البغض الشديد. وسكن معا شنآن صح كلاهما، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا. حامد اللي هو أبو عمرو البصري، ودلا شيخ ابن كثير المكي رضوان الله عليهما، يقرآن بكسر الهمزة في قوله تعالى إن صدوكم عن المسجد الحرام، إن على الشرط وأن على التعليل. ودلا هنا من دلا دلوه، احنا عندنا في سورة يوسف
قول الله سبحانه وتعالى فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. لما نسأل ونقول للقارئ يعني إيه أدلى دلوه؟ يقول يعني حط المؤاخذة الجردل أو الدلو في البئر، وهذا طبعا خطأ. ليس معنى أدلى دلوه أنه يضع الدلو في البئر، وإنما كيف يكون معنى قول الله أدلى دلوه قال يا بشرى؟ المفروض هنا المتخيل أن الذي ذهب لإخراج بعض من الماء من ماء البئر للسيارة، لما أخرج الماء رأى أن الولد الصغير وهو يوسف صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد، لما خرج الولد مع الدلو إيه اللي حصل؟ ظهر، ففرح هذا الرجل الذي أخرج الدلو وقال يا بشرى هذا غلام، لأنه سيبيعه وسيكسب مالا كثيرا وفيرا من بيع هذا الفتى الذي لا يعلم له أهلا. الشاهد يعني أن أدلى دلوه ليست بمعنى ألقاه في البئر، وإنما بمعنى أخرجه. أدلى الدلو يعني أخرجه من البئر. لذلك حينما نكون في اجتماع نتناقش حول مسألة معينة فيوجه الكلام إلى حاضر، فنقول أدلي بدلوك في هذه المسألة، يعني أدلي بدلوك يعني ندخل في الموضوع، ولا أدلي بدلوك يعني أخرج لنا رأيك وأفهمنا ماذا تفكر أو بماذا تفكر في هذا الموضوع. إذن دلى من دلى الدلو يعني أخرجه من البئر، يعني هذا وجه محمود ظاهر، وهو كسر الهمزة لأبي عمرو وابن كثير، وهما شيخان جليلان في اللغة وفي القراءة. قال وفي الكسر أن صدوكم حامد دلى، مع القصر شدد ياء قاسية شفا، يعني بدل أن نقول قاسية نقرأها قاسية، قاسية يعني بحذف الألف التي بعد القاف وبتشديد الياء، قاسية هكذا لمين؟ شفا، وهما حمزة والكسائي. طيب بعد كده قال وأرجلكم بالنصب عما رضا على، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هكذا يقرأها عم نافع وابن عامر رضا الكسائي وعلى حفص. والباقون، طبعا أنا بقول الباقون يعني الباقون من السبعة مش من العشرة، لأن احنا شغلتنا كلها السبعة، حرز الأمان وجه التهاني كفانا الشاطبي عن الدنيا كلها رضوان الله عليه. والباقون بالإيه؟ بالخفض. طيب الخفض ظاهر يعني علته ظاهرة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على العطف يعني. طيب والنصب؟ النصب معطوف على الغسل، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. طيب لما هو العطف بالنصب ثلاث محال عطفت على بعضها، ليه فرقنا بين هذه المعطوفات بقوله وامسحوا برؤوسكم؟ شيخ أبو شامة بيذكر في علة تأخير المنصوب إلى آخر الجملة علة لطيفة، وهي أن الغسل للرجل مع أنه معطوف بالنصب على ما سبقها من كلام قبل وامسحوا برؤوسكم، إلا أنه فصل بينها وبين ما قبلها بجملة وامسحوا برؤوسكم حتى يتبين الترتيب الذي عليه العمل أثناء الوضوء، لأن المسح بالرأس قبل غسل الكعبين، فكأن الله سبحانه وتعالى اعترض بهذه الجملة بين المعطوفات حتى يفهم القارئ ترتيب هذه الحركات أثناء وضوء. قال وأرجلكم بالنصب عم رضا على، وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم لإسكان حصلة، في ضم إيه؟ في ضم السين. في رسل إذا أضيفت إلى هاء الضمير المجموع أو إلى كاف الخطاب المجموع أو إلى نون الفاعلين
أو نون الفرد المعظم لذاته كما يسمونه، يبقى في ثلاث ألفاظ بس، يعني لا يشمل هذا الحكم هاء الضمير المفردة ولا المثنى ولا كاف الخطاب المفردة ولا المثنى، وإنما هذه المواضع التي قيدها فقط. ثم أضاف إلى هذه المواضع أيضا كلمة سبلنا، وسبلنا السكون فيها عند الباء مش على السين، يبقى رسلنا ورسلهم ورسلكم السكون الذي تغير من الضم إلى السكون على السين، لكن في سبلنا على الباء. والأصل في هذه اللغة في هذا اللفظ لغة هو الضم. طيب والسكون؟ السكون تخفيف، يسمونه تخفيفا لتوالي الحركات. لما يأتي عندنا جملة أو كلمة فيها ثلاث أو أربع حروف متحركة، وغالب هذه الحروف متحركة بنفس الحركة، يعني ثلاث ضمات وراء بعض أو ثلاث فتحات وراء بعض، فنطق هذه الحروف المتتالية بالتحريك بنفس الحركة ثقيل على اللسان. شوفوا لما أقرأها إزاي، رسولكم، شوفوا رسولكو، أربع ضمات. طيب لما أقولها بالضم، رسولكم ولا رسلكم؟ أيهما الأخف؟ الأخف أن يحصل بين هذه الحركات شيء من الاستراحة. الاستراحة تكون بتخفيف أحد هذه الحركات وتخفيفها بالإسكان. ثم قال: وفي كلمات السحت عم نهافة، يعني كلمة السحت يقرأها بالإسكان عطفا على أبي عمرو في الجملة السابقة، عم نافع بن عامر، نهن عاصب، فتن حمزة، السحت. طيب وبقية القراء يقرؤونها بأصل اللفظ بالحركة الثقيلة التي هي الضمة، كما كان الكلام في رسلكم ورسلهم ورسلنا وسبلنا. وفي كلمات السحت عم نهن فتى، عم نهن فتى، نعم، وكيف أتى أذن به نافع تلا، أذن أو الأذن كيف أتت؟ في القرآن فإن نافع يقرأ بتسكين الحرف المتحرك بالضم. إيه الحرف المتحرك بالضم الذي يجوز تسكينه في هذا اللفظ؟ الحرف المتوسط اللي هو الذال. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، هكذا الأذن بسكون الذال تخفيفا للضمة التي يقرأ بها كل القراء ما عدا نافع. ثم قال: ورحما سوى الشام، يعني كلهم يقرؤون بإسكان الحاء في رحما إلا الشامي. طيب والشامي اللي هو ابن عامر رضوان الله عليه كيف يقرأها؟ يقرأها بالضمة، رحما، هكذا رحما بضمة تعلو حرف الحاء. ورحما سوى الشامي ونذرا صحابهم حموه، صحابهم حفص وحمزة والكسائي، وحموه أبو عمرو البصري رضوان الله عليهم جميعا، يقرؤون بإسكان الحرف المتحرك بالضم المتوسط في كلمة نذرا اللي هو حرف الذال. طيب وبقية القراء بضمة الذال، نذرا هكذا، ونذرا صحابهم حموه، ونكرا شرع حق له علا، نكرا يقرأ بإسكان الكاف شرع حمزة والكسائي، حق ابن كثير وأبو عمرو، له هشام، وعلا حفص. وهنا في خلاف في بعض النسخ، والنسخ القديمة اللي هي قرأت على الشيخ السخاوي رضوان الله عليه، وكذلك بعض النسخ التي قرأت على أبي شامة، وكذلك نسخة المنتجب الهمداني، مش شرح بالحاء، ونكرا شرح حق له علا، كذا حققها شيخنا المحقق الضابط الشيخ علي الغامدي بارك الله في عمره. لكن وردت في بعض النسخ المتأخرة قليلا أنها كتبت بحرف العين شرع، ونكرا شرع حق له علا، ونكر دنا، نكر نكر، هكذا يقرأها الجمهور إلا ابن كثير فإنه يقرأ بإسكان الكاف، ونكر دنا
والعين فارفع وعطفها رضا، يعني العين وكل ما عطف عليها. يعني نقرأ الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني العين وأربع معطوفات عليها. قال: والعين فارفع وعطفها، أي وما عطف عليها. يعني كل هذه قرأت بالرفع للشيخ الكسائي. ثم قال: وفي الجروح ارفع رضا نفر ملا. رضا الكسائي طبعا لأنه من جملة من يقرأ الجروح بالرفع، ونفر ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو، وملا هذه حشو. الشيخ الشاطبي قالها قبل كده في المقدمة، قال: وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض، يعني لو كانت هذه الميم رمزا، طب ما هو ابن ذكوان موجود في نفر، لماذا التكرير؟ حتى يتم يعني وزن البيت. يعني يقرأها الشيخ الكسائي هكذا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. لكن ابن كثير وأبو عامر وابن عامر يرفعون فقط إيه؟ والجروح. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ثم انتقل إلى موضع آخر، قال: وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. على أن اللام لام أمر، والفعل المضارع فعل مبني على ما يعني فعل يعني مجزوم بسكون آخره بناء على الاستقبال، لذلك سكن اللام وأسكن الميم. قال: وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه. الكلام في تقديم وتأخير، يعني وحمزة وليحكم يحركه بكسر ونصبه، يعني يحركه يحرك الحرفين الساكنين الأول والأخير، الأول بالكسر والأخير بالفتح، هكذا. وليحكم أهل الإنجيل، وليحكم على أنه للتعليل، ولام التعليل يسمونها لام أو لام كي، ولام كي عندها أن مضمرة وجوبا، لذلك الفعل المضارع منصوب عندها. وليحكم أهل الإنجيل، هكذا على التعليل. ثم قال: يبغون خاطبكم ملا، أفغير دين الله يبغون وله أسلاما في السماوات والأرض طوعا وكرها. يبغون هذه يقرأها بتاء الخطاب ابن عامر رضوان الله عليه من قوله: يبغون خاطبكم ملا. أكتفي بهذا القدر، وفيه الكفاية بإذن الله على أن نفسح المجال لنسمع تلاوة عطرة من أخينا وحبيبنا دكتور أحمد حسن عبد الرحمن. شيخنا، المرة الماضية وقفنا عند قول الله في سورة يوسف: وجاء إخوة يوسف، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه. طيب تقرأ لنا بأي رواية؟ برواية ابن ذكوان إن شاء الله. طيب يلا استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى
أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فيما قرأت يا شيخ أحمد قرأت وجيء إخوة يوسف فدخلوا عليه. الشيخ أحمد لما قرأ بهذا اللفظ هذه إمالة في حرف ألف المتوسط، طبعا المشهور في الإمالة والفتح أن الممال في حروف في الألف يعني الألف المتطرفة، هنا هذه الألف متوسطة إلا أنها أميلت. قيل في علة إمالتها أن الممال من هذه الألفاظ 10، الشيخ الشطيبي عدهم قال وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا إلى آخر هذه الحروف العشر أو الكلمات العشر التي ذكرها. قالوا أن هذه الكلمات أو هذه الأفعال الثلاثية إذا جعلت مبنية للمفعول قلبت ياء، فتقول جاء جيء ضاق ضيق خاف خيف خاب خيب كلها. لذلك يعني جاز أو جازت هذه الألف أن يشار إلى أصلها بالإمالة، فالإمالة هي لازالت ألفا لم تقلب بها، لا زالت ألفا، لكنها حينما أميلت كانت هذه الإمالة إشارة إلى أصلها الذي هو الياء. والإمالة لغة قيس حتى وفرع من فروع قيس كمان اللي هي تميم تحديدا يعني، والشيخ الشطيبي أشار إلى ذلك قال وإضجاع أنصاري تميم، أشار إلى أن الإمالة لغة تميم. لكن هذه الألفاظ التي ذكرناها تمال أحيانا، يختار القارئ منها بعض الألفاظ كي يميلها زي الشيخ ابن ذكوان بيقرأ به الدكتور، يعني أمال ثلاثة ألفاظ جاء وشاء وزاد، لكن زاد مش كل المواضع كذلك، قال وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلة فزادهم الأولى وفي الغير خلفوه، يقرأ فقط بالإمالة قولا واحدا في فزادهم الله مرضى في الموضع الأول وسائر المواضع له فيها وجهة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها
وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. طيب هنا في قول الله شيخ أحمد فلما جهزهم بجهازهم أثناء يعني سرد المحفوظ قد يحصل الخلط بين الموضع الأول اللي هو ولما جهزهم بجهازهم وفلما جهزهم بجهازهم. بعض العلماء نظروا في هذه المتشابهات وقعدوا لها قواعدا تنضبط عليها معظم المتشابهات في القرآن، ومن خلال هذه القواعد قد ترتب أنت المتشابهات أثناء حفظك ومراجعتك دونما الاحتياج لكتب سرد المتشابهات التي يستعصي يعني جمعها وفهمها عند كثير من حفاظ القرآن. من قواعد ضبط المتشابهات قالوا قاعدة ربط المتشابه باسم السورة. يعني إيه؟ يعني أن أجعل بين الموضع الذي فيه تشابه وبين اسم السورة علاقة. طبعا هذه القواعد يعني ليس شرطا أن تنضبط عليها كل المتشابهات، لكن قد تندرج أمثلة كثيرة تحت قاعدة واحدة، منها أو من خلال هذه القاعدة يسهل استحضار هذه المواضع. في عندنا في كلمة يوسف التي هي اسم السورة الواو متقدمة على الفاء، صح؟ كذلك ولما وفلما هنا في السورة، ولما جهزهم بجهازهم في الموضع الأول والموضع الثاني فلما جهزهم بجهازهم. نزيد الموضوع إيضاح، نأخذ كمان مثال في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في سورة المائدة نفس المقطع ده بالضبط، بس مغيرين إيه؟ حرف واحد. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. لو نظرت هتجد إيه؟ هتجد إن يعقلون هذه فيها قاف، واسم السورة اللي هو البقرة فيها قاف، إذن هذه في هذه. طب والمائدة هتجد إيه؟ هتجد إن يعلمون، هتجد فيها ميم، وكذلك اسم السورة فيه الميم، فيسهل هنا ربط هذا المتشابه. ما يعني هذا يعني أذكره دائما حينما أمر على هذا الموضع اللي هو قاعدة ربط المتشابه باسم السورة. وهذا يعني من شأنه أن يجعل صاحب القرآن الذي يمر على المواضع المتشابهة في الختمة أن يحاول ويفكر أن يضع لهذا المتشابه قيدا لا ينساه به أبدا. يعني أحسنت يا شيخ أحمد، أكمل تفضل. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله
نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، الوقف هنا أفضل. اقرأها ثاني. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أحسنت دكتور أحمد، بارك الله فيه. نرفع درجات من نشاء على أن درجاتي مضاف وجملة من نشاء مضاف إليه. أما قول الله نرفع درجات من نشاء كما قرأها الكوفيون على إن من نشاء هذه الجملة بدل من درجات. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. طبعا هو مبتدأ وجزاؤه خبر، وهو هذه بدل من إيه؟ من جملة سابقة. ومعناه قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله الذي ذكرتم جزاؤه، يعني ما يكون من الاستعباد والاسترقاق. وكانت هذه حيلة دبرها يوسف صلى الله عليه وسلم ليلبث أخاه معه في مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك يا شيخ أحمد من أهل القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نختم أحبابنا لقاءنا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في رحاب كتابه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت في نشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجهها التهاني.